الله وكل عام وانتم بخير. وانت بخير صح. يا مرحبا وسهلا. اليوم راح نطرب عود ان شاء الله. طبعا عمال اغني انا يا كحك العيد وكام ده كله ونساه خالص كانك ما سمعتش. وهذا من التراث المصري لكن احنا اليوم بنغني التراث الاماراتي. اكيد. يا اهلا يا مرحبا فيكم، وانا سعيد وجودي معاكم اليوم في هذا اليوم الكريم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانت بخير صح وسلامه. عزاء انت من مدينه دبل فجيره. نعم. يعني هاي المدينه الساحليه الجميله، اكيد اللي دائما كل من يزور دبل فجيره يحس باصاله الماضي وعبق التاريخ، ولكن انت عودك هو اداه رسالتك. نعم. فهالاله او الاداه كيف تلعب بمعانيها باجواء العيد؟ والله هو للفن والموسيقى لها دور وتعبر عن الفرحة. دائما نحن في مناسباتنا سواء أعراس احتفالات وطنية يكون في موسيقى في الموضوع. فهي مثل ما قلت أنت، الموسيقى تعبر عن الفرح، تعبر عن شعور الإنسان ويوصلها من خلال الموسيقى والآلات يعني. طيب إحنا عايزين نسمع حاجة أصلا. نسمع. أنا عندي أغنية عاملها للعيد خاصة. شرفنا. العيد شوفك والهدية ملاقاك ومواصلك يا زين يغني عن الغير، إن كانها بالشرع فالشرع وصاك لا تقطع أرحامك وخل المعاذير. العيد عندي غير لا صرت وياك يا الليلي من يتيبت التباشير، عساك من عوادة العيد نلقاك. كل عام وانت بخير وبخير وبخير، كل عام وانت بخير وبخير وبخير. شكراً شكراً. الله برافو. حلوة جداً. يعني مش عارف يا من هيك بحس إنه حتى العود بالأغاني الخليجية بيطرب. أكيد. بالحديث عن الأغاني الطرب نعم. يعني كلمنا شوية قولنا مين بيطربك؟ الآلة الأكتر طبعاً بين العود إن هي بتطربك. التراث الإماراتي الطربي، كلمني عن المغنى الطربي الإماراتي. هو الأغنية الإماراتية يعني عمرها 40 سنة تقريباً. خلنا نتكلم عن الجيل القديم. أول فنان إماراتي اسمه حارب حسن، هو هذا اللي عمل الأغنية الإماراتية. طبعاً يعني هي خليجية يعني، وسافر وشاف الألوان الثانية ويهني وعمل لون شعبي إماراتي. فمن أمثال المطربين كذلك اللي كانوا لهم دور في إحياء الأغنية الإماراتية الفنان المرحوم علي جابر جاسم. صحيح. بعد كانت له نقلة يعني خاصة في الأغنية الإماراتية، وكذلك الفنان علي بالروغة والفنان محمد حمد. وما شاء الله لليوم نسمع فنانين إماراتيين يعني أمثال حسين الجسمي وعيضة نمبر وان. حسين نعم. فالأغنية الإماراتية تطورت عبر الأجيال يعني، ولكن يبقى الطرب الأصيل أو الأغنية القديمة لها يعني لمسة جميلة. صحيح. الآلات اللي عم تستعمل أكثر شيء اللي نشوف الإيقاعات والعود. نعم. أيام بيكون في الناي بس تسمع هيك. لا هو نحن نسمي هذا التخت العربي. لازم يكون في عود إيقاع وكمنجة قانون. صحيح. هني تحس في لمسة عربية في الموسيقى. فهذا بعد كذلك يميز الأغنية الإماراتية بهذا الشيء، إن العود هو أساس الأغنية الإماراتية. مشان هيك اخترت العود. نعم. مين شجعك على انك تكون؟ والله انا يعني في السابق كنت اغني الشلات الاماراتيه. ولكن سافرت الكويت، تعرفت على اصدقاء ما شاء الله. الكويت اليوم بلد فيها فن يعني. نعم. فكنت اقعد معاهم وكان صاحبي يعزف عود وقلت له انا خاطري اعزف عود يعني. كنت تروح جلسات كويتيه؟ اي نعم. نعم. فعطاني عود قال لي هذا تفضل وتعلم عليه بروحك. اكيد انت كنت تتابع امثال الفنان عبد العزيز الضويحي، اكيد هو اللي منتشر
بجلسات بالجلسات الكويتية اللي ما شاء الله دائما مستمرة وفي تزايد على طلبه من الأعراس ومن المناسبات الجميلة. ولكن خليني أسألك هزاع، اليوم نحن لاحظنا أنه الأغنية الإماراتية تطورت شوية، الموسيقى تغيرت، وجود موسيقى إلكترونية يعني طابع شوية جديد على العود وعلى الكذا، بدل ما أنا أكلف نفسي وأروح أجيب فرقة تعزف لي موسيقى إلكترونية بالكمبيوتر وسلام عليكم. تعتقد أنه هذا قلل من 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 رونق الأغنية الإماراتية؟ لا والله، يعني في بعض الموزعين الموسيقيين عندنا في الإمارات أضافوا للأغنية الإماراتية من إيقاعات، من توزيع الإيقاع، مثل ما قلت أنت الآلات الحديثة. حتى يعني الفنان ميحد حمد اشتغل أعمال في هذا اللون، يعني جدد في أغاني وكانت حلوة بالعكس، يعني أضافت للأغنية الإماراتية. ولكن كذلك يبقى التراث لا مثل ما قلت لك إحساس جميل يعني. طب هزاع أنا مش هسألك، يعني هسيب الأسئلة دي ومهمة، أنا دايما هطلب منك أني أسمع حاجة. يلا بنسمع أغنية للفنان جابر جاسم، يلا. هاي من أوائل الأغاني اللي غنيت في الإمارات. ضاع فكري شنظر فيهم وخبرني كيف نحتال، خبرني كيف نحتال، وين لي وياك نطريهم ولي عليهم نشرح البال، لي عليهم نشرح البال، قبل ما تازن مياريهم ودونهم ما يطرب اللال، دونهم ما يطرب اللال، وعدوا بالعيد مجريهم وما تريوا راس الهلال، ما تريوا راس الهلال. شكرا. الله شكرا. الله الله. بس يعني أغنيك صغيرة كده ما بنلحقش. والله نحن أنا اليوم يعني أحب أعلن من هذا المنبر الطيب، إحنا اليوم إن شاء الله في دبل فجيرة عندنا حفل غنائي ساهر اليوم، اليوم إن شاء الله في ثاني العيد، وهي دعوة لجمهور الفجيرة. طب إحنا معزومين؟ وأنتوا معزومين طبعاً. طب خلاص أنا وأمجد وعلا عامة ونتشرف عنا فنانين صلاح. الفنان أوتار راح تشاركنا، والفنان إبراهيم حسين وأخوكم الصغير إن شاء الله. بيصير كتير في حفلات ودعوات بدبل فجيرة. أنا والله كذا مرة دائماً يعني في العيد خاصة لازم إنه يكون عندنا حفل، حفل العيد يعني تعرف الناس تريد البهجة والسعادة وما عندهم شيء، يعني تعرف الطقوس الصباح وبالليل ما في شيء، فنحن دائما في الجمعية. اشتقيت فيك مرة هنيك كنت نعم. كنت قاعد على عود مع أصحابك وقتها كنا بتخيل، هلا أتذكرت دائما كنت بتعمل يعني بالمهرجان. هذا شيء منيح إنه فينا إنه في مكان أماكن لكم إنه تمارسوا الموسيقى، تمارسوا الهوايات اللي عندكم إياها. مثل ما قلت نعم، نحن لازم نفرح الناس ونخلي الناس تشاركنا في احتفالات العيد وأفراح العيد ومن ضمنها الحفلات الغنائية اللي نقيمها يعني. نعم هزاع، خلينا نتكلم عن ما شاء الله اليوم في جيل صاعد، في جيل واعد. قبل خلينا نتكلم انه والله كان في يعني مثل ما نقول ناس محتلة السوق، محتكرة السوق، محتكرة السوق، انه والله خلاص يعني اذا حاب اسمع مثلا عود وطربيات اروح لاسمع علي بن روغة، ميحد حمد، النمط هذا. نعم. اوكي، بس اليوم ما شاء الله شفنا جيل واعد وصاعد حامل العود، حامل لأدوات شوية قديمة وجديدة. نعم. برأيك هل نحتاج الدعم؟ هل محتاجين دعم ولا الدعم موجود وأنت راضي على مستوى دعم الحراك الفني والثقافي؟ والله هو دائما نحن في النهاية نطمح للدعم الأكثر، هو المؤسسات الحكومية والثقافية ما مقصرين يعني من خلال دعمهم للمواهب الإماراتية. اليوم ما شاء الله نسمع أصوات كثيرة جديدة في الساحة، أمثال شم حمدان، محمد الشحي، يعني ما شاء الله من الفنانين اللي صار لهم يعني لون جميل في الأغنية الإماراتية. صحيح. ولكن نحن نطمح في الدعم الأفضل للفنان وللمواهب،
نريد نوصل الأغنية الإماراتية خلنا نقول عربيا مو بس عالميا عربيا، لأن يعني أنتوا سمعتوا اللون هذا اللي غنيته لون جميل ولون هي من الأغنية العربية أصلا، فأي واحد فاهم للموسيقى راح يستطرب مع اللون الإماراتي. كمان هزاع بشوف إن السوشيال ميديا عامل مهم كمان الفنان يهتم بيه للانتشار، ما هو أنا دلوقتي أصبح الناس طبعا أكتر السوشيال ميديا، ما حدش هو السوشيال ميديا هو السلاح العصر طبعا. بالضبط، فبشوف إنه أنت توصل لي أسرع على السوشيال ميديا. أنت كلمني بقى شوية عن علاقتك بالسوشيال ميديا، مهتم تنزل فيديوهات تعمل إزاي مع السوشيال ميديا؟ طبعا إحنا السوشيال ميديا عندنا سهل لنا وصولنا للجمهور بهاي الطريقة السهلة من خلال برامج الانستغرام والسناب شات، فنحن دائما يعني نكون متواصلين مع الجمهور بالجديد، بدل ما أعمل حفلة أعمل جلسة على اللايف فالناس تكون متابعة ومستانسة يعني، فبالعكس السوشيال ميديا لها دور. طيب هذا الكلام كله جدا جميل، بس أنا طلبي يمكن ما أدري إذا تقدر تلبيه ولا لا. هزاع انت كلمتني انها انت بديت حياتك بالشله، نعم، هل جربت انك تشل شله ومن بعديها تعزف عليها باوتار العود؟ نعم نعم، انا دخلت العود على الشله الاماراتيه. طيب شو رايك تسمعنا شغله من الشله شويه كذا؟ حاضرين. وبعدين تطربنا في عود؟ حاضرين. يلا مع العود تبا اول شيء نسمع شله. نعم. وبعدين بالعود. هذه شله عملناها في مسلسل وديمه، نعم، هي من كلمات الأستاذ محمد سعيد الضنحاني، يقول مثل الشيار يا صاحبي صرت بموت، واقف وأنا في داخلي إنسان ميت، ولا تنفعك رجفة ولا عالي الصوت، شوف الحزن في يوفي اليوم بيت، ولا ينفع المتعوب لو فاته الفوت، عيه جروحه تضفي اليوم عيت، ومثل الشيار يا صاحبي صرت بموت، واقف وأنا في داخلي إنسان ميت. الله الله الله، يا مرحبا. يعني أكيد الشلة أحد الفنون الإماراتية طبعا هزاع، يعني اليوم نحن شهدنا أن أنا كنت متفق معك تعزف لي، ولكن راح نخليك تعزف، راح نستغلك، راح نعزف ونستانس إن شاء الله. أكيد. لا بس أنا عايزة أسمع الصراحة حاجة على لو نسمع حاجة طربية بقى حاجة. أنا يعني ممكن نجدد شوي نسمع حاجة جديدة. يلا. وأنا طيب. في الكواليس كنت أدندن على أغنية، قلت ممكن أغنيها عندكم على الهواء. طيب. يا أهلا وسهلا. الأغنية هذه الفنانة أصيل. الله. يا سلام. اختيار حلو. لو فكرت ونسيتك، لو قلت ما حبيتك، المن احب هاي الناس ما بيها من حنيتك، ما بيها من حنيتك، تخيل حياتي بدونك، اكره القل شلونك، مر الحياة بمنان، سر الحياة عيونك، سر الحياة عيونك، ويلي بشر مليان حب وإحساس من فدوى ضحكتك، ويلي راحت بس أشوف الناس. شكرا شكرا. الله 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 الله. الأغنية أصلا جميلة ومنتشرة وصوتك كمان بشكل جميل، والفنانة أصيل يعني إحساسها جميل ووصلت أغانيها للناس يعني بشكل جميل صراحة. هي مختلفة جدا على العود يعني، بس أنت عزفتها على العود شوي طلعت بشكل مختلف، يعمل الأغنية بلون ثاني يعني. نعم.
طبعا يعني هزاع ما شاء الله يعني اطربتنا بصوتك واطربتنا ب طبعا يعني العزف وكلمات جميله واجواء عيد اكيد مليانه بالبهجه ونحن اليوم متحمسين ان نروح على دبل فجيره ونحضر الحفله اكيد شرفونا طبعا طبعا نحن نقول لك شرفتنا ونورتنا والله انا سعيد انك نورت صباح الخير يا وطن واكيد لنا لقاءات اخرى راح نستطرب معاك وراح نعيش هاي الاجواء مره ثانيه باذن الله اكيد نطلع بريك وراجعين يعطيك العافيه الله يعافيك يعني.